يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تعتبر جدة ميقاتا لأهل السودان؟ لا، جدة ميقات لأهلها ولمن نوى العمرة منها، أما من هو خارج جدة فهذا يحرم من الميقات الذي يمر به في طريقه إلى جدة، إما الجحفة إذا حاذاها، وإما أن يحرم من الجحفة إذا حاذاها، وإما أن يحرم من يلملم إذا حاذ يلملم. إن كان جاي من الجنوب يحرم إذا حاذ يلملم، وإن كان جاي من الشمال فيحرم إذا حاذ الجحفة. نعم.